رجعنا مرة تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ علاء محجوب مدير تحرير المصور وبت الهلال الالكترونية. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير، منورنا. ربنا يكرمك، سعيد بان انا اكون معاك يعني. استاذ علاء، اكيد النهارده عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، واكيد طبعا هنتكلم عن النادي الاهلي وعن الاجتماعات اللي بتحصل دلوقتي في النادي الاهلي لاعاده هيكله الفريق. طبعا الاجتماعات دي حقيقه هي حصلت بعد خساره النادي الاهلي للقب الافريقي، ولكن في تصريحات كابتن محمود الخطيب دايما كان بياكد ان كده كده الاجتماعات دي واعاده الهيكله دي والوقفه على فريق كره القدم كانت هتحصل حتى لو كان النادي الاهلي فاز بلقب دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي. الأول لا تسمحي لي، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت جبت سيرة الكابتن محمود الخطيب، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنه يعني يرجع شافي معافي، ونتمنى له كل الشفاء، لأن جيلنا جيل الكبير شوية في السن اللي عاصر الكابتن محمود الخطيب لما كان لاعب وكان حاجة نجم عظيم لا يقل عن الجيل الشباب اللي طالع، يعني حتى لو شاف الفيديوهات لا احنا عاصرنا بقى واصاباته وعاصرنا تألقه. فكان محمود الخطيب اسم كبير احنا بنشرف به، وانا عايز اقول الكابتن محمود الخطيب اتأخر على رئاسة النادي الاهلي 15 سنة. ليه؟ لان هو التلميذ من تلامذة عمالقة، يعني كابتن صالح سليم وكابتن حسن حمدي. الكابتن محمود الخطيب انا بقول فرصه لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ان نستفيد من هذه القامه. يعني انا لما الاقي طارق دياب بيتعامل في تونس، فرانز بيكن باور في المانيا، ميشيل بلاتيني، رومونيجا، الاسماء دي كابتن محمود الخطيب لا يقل، بالعكس. يعني انا ارى ان اصل محمود الخطيب اسطوره، عشان اتكلم طبعاً عنه كمان. يعني لا حاجه كمان يا استاذه، يعني اللي مبهور ببعض المهاجمين وبعض السكورر والسترايكر ما شافش محمود الخطيب. يعني انا جيت في وقت من الاوقات، بس الكلام ده من 20 سنه، قلت له يا كابتن يعني ليه الجيل اللي طالع، والله ما انسى الجيل اللي طالع، ليه ما نفكروش؟ قال لي مش عايز اخد، شوفي مش عايز اخد الشو من ابو تريكه من عماد متعب الجيل. قلت له لا، لازم الجيل يعرف مين محمود الخطيب، مين جيل النادي الاهلي العمالقه اللي كانوا موجودين. محمود الخطيب كان اسطوره، اسطوره من اساطير طبعا الموهوبين اللي جوانه حفره في صدرنا احنا، مش بس بنستمتع لما الواحد بيحب كده، والله لا اجامل، اما نحب كده نقابل بعضنا واحنا نقاد او حتى ناس مجموعه ونتكلم على الكوره، لازم نجيب محمود الخطيب يكون رقم واحد. طبعا معاه جيل حسن شحاته فاروق جعفر نجوم، لكن عايز اقول لحضرتك محمود الخطيب رمز من رموز النادي الاهلي، بيتمنى له يا رب ان شاء الله يرجع لنا سالم غانم ان شاء الله باذن الله. الجزئيه الاساسيه جزئيه التغييرات، وحضرتك بتقولي ان التصريح مهم للكابتن محمود الخطيب، انه التغييرات دي كانت هتيجي. اسمحي لي الاول ان احنا في حاجات، احنا جمهور النادي الاهلي طبعا جمهور عظيم، وهو كده الجماهير الكبيره بتاعت الانديه الكبيره لا تقبل سوى انها تكون في المقدمه، لان ناديها او دولتها هي دايما في الرانكينج نمبر 1. صحيح. فاي اهتزاز، انا بعذر الجمهور النادي الاهلي نادي القرن الافريقي، نادي بطولات، نادي مش كل 3 4 سنين بيجيب بطوله، لا. ودايما الشباب اللي طالع هو ليه بقى بيشجع النادي الاهلي؟ انا عذره، لان هو طلع بيحب النادي اللي بيضرب، والنادي اللي بيضرب هو النادي الاهلي، النادي الكبير. فطبعا هو عندهم، انا بعذر يعني، انا بقدم العذر لجماهير، لكن عايز اقول ايه بحدود شويه. عايز اقول بحدود، وانا عايز افهم الجمهور شويه، يعني تسمحي لي ان ننقل للجمهور اللي مش عنده عصبيه، اللي بيحمل اسم محمود الخطيب ومجلس الاداره مسؤوليه ان ما فازش ببطوله افريقيا في مباراه الترجي. طب ما انت ما تحسبهاش كده. على فكره انا مش جاي في وصل الدفاع عن المجلس الاداره ولا عن الكابتن محمود الخطيب، انا جاي اتكلم بموضوعيه، وعشان البرنامج برنامج ناجح، واحنا ما كناش اوبجكتيف في كلامنا.
مش هنلقى قبول الناس اللي هتسمعنا، لازم يكون في صدق. بس احنا دورنا ان احنا نوضح الحقائق، لان انا جاي اتكلم بعد فترة 10 ايام او اكثر من مباراة الترجي، فالنفوس هديت والناس هديت والدنيا هديت. انا هتكلم على الاعلام، الموضوع كبير جدا، لان انا بحمل الاعلام في مصر مسؤولية كبيرة جدا في تشكيل الرأي العام وتشكيل الفكر اللي موجود في السلوكيات كمان، عوامل طبعا وعوامل هدم. ما كنتش اعتقد ان الاعلام يتناول الامر بهذا الشكل. عايز اقول اني زي ما قال الكابتن محمود الخطيب او مجلس الاداره في قرارات، بس الاول عايزين نتكلم هي القرارات دي كانت هتتعمل سواء الاهلي لما الاهلي بس كان لا بالعكس، هو صرح كابتن محمود الخطيب وقال القرارات دي كانت لازم تتاخد، كان لازم يكون في اعاده هيكله للفريق، كان لازم نقف على الاخطاء اللي عندنا لدعم الفريق في يناير القادم. صحيح، يعملها ازاي الكابتن محمود الخطيب؟ لان هو مجلس اداره جه في وسط او جه في بدايه وقايمه افريقيه معده وفريق ناجح في الدوري، لكن عايز اقول ما نجحش السنه اللي فاتت في ما نجحش في البطوله الافريقيه امام الوداد في نفس الموضوع في النهائي. يبقى انا عايز اقول مجلس الاداره اما بيجي انا مش عايز احمله لسبب، هل انا طلعت من الادوار الاولى في التصفيات الافريقيه؟ انا ما وصلتش للدور قبل النهائي رغم الصعوبه، ورغم اني مجموعه من اللاعبين اتغيرت، مجموعه من اللاعبين كبار اساسيين مصابه، رغم ان الجهاز الفني اتغير وجه مدير فني جديد. انا ما يعني لدرجه انا مش هقول كارتيرون، لا انا عايز اقول برضو نقول ان الوصول المباراه النهائيه مرتين ورا بعض في إنجاز. سنتين ورا بعض صحيح، فده انجاز. مش لا مش انجاز على النادي الاهلي، اسمحي لي يا استاذه انا عايز اقول هو مش انجاز على النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي لا بطل. يقبل سوى بالفوز وحصد الالقاب فقط، ده اللي انا بدات قلته. فبالتالي بس انا عايز الامور نناقشها بموضوعيه، وعايز اقنع اللي بيستمع، اللي عنده، اللي حزين، اللي زعلان، اللي غضبان، اللي له حق. انا بقول لك الحق طبعاً في كل ده طبعاً. لكن فنيا انا عايز اتكلم، يعني عايز يرجع كده بذهنه دقيقه بصدق المعلقين الرياضيين التوانسه، ارجع كده سنه وشوف المعلق التونسي في الدقيقه الاخيره في المباراه في الشوط الاولاني قال ايه قبل ما يجي الهدف اللي في الدقيقه الاولانيه اللي قلب موازين، قال ايه؟ قال ده الترجي ساعد في ان النادي الاهلي ركب الشوط الاولاني وسيطر عليه سيطره كامله. اذا النادي الاهلي كان مسيطر، النادي الاهلي الهدف اللي جه. هي بقى انا مش بصدد تحليل المباراه اللي احنا بعدنا، لكن هي في عوامل. وفي النهايه انا عايز اقول لجماهير النادي الاهلي او لجماهير الكره المصريه لان ان النادي الاهلي دي مباراه، صحيح مباراه ما احكمش من خلالها على فرق. واحد ممكن هيرد عليا دلوقتي يقول لي لا خد بالك الاهلي كان في عوامل وامور ومؤشرات بتقول ان الكيرف هابط، يقول لي مباراه الترسانه، يقول لي مباراه الاتحاد، يقول لي مباراه الوصل الاماراتي. ارد اقول شيء طبيعي، وده شيء طبيعي برضه في مدير فني ماسك فرقه لاول مره بالنسبه له. ما كانش بيدرب النادي الاهلي، هو مش غريب عن الكره المصريه، لكن العروض بتتحسن، النسيج القايمه اللي كانت موجوده هو دخل عليها جاب لعيب واحد. انا عايز اقنع جمهور النادي الاهلي انه يبقى حساس ويلتمس، مش العذر، يقرا الاحداث صح. صحيح، يقرا تفاصيل الوقائع. بس خليني برضه اقول لحضرتك يا استاذه علاء ان لقاء العوده في رادس لم يؤدي الفريق بصراحه الاداء المطلوب منه، بالاضافه طبعا للضغط النفسي الكبير جدا اللي كان محطوط على فريقنا، يعني طيب. سواء من الاعلام، من الجماهير، هو هنا في مصر حتى هجوم الجماهير على اتوبيس كان في لاعبنا اخذ 8 غرز في وشه هشام محمد. لو انا اتكلمت مع حضرتك كده هيتساق الامر على ان انا ببرر، لكن انا مش عايز. لا احنا مش بنبرر، احنا بنقول بالعكس، لا فعلا فريقنا حقيقي لم يقدم المطلوب منه او المعتاد عليه منه. طب هي في المباراه هي شوط اول هنا وشوط ثاني هناك، الشوط الاول هنا في المباراه الاولانيه احنا قدنا طبعا. صحيح، تنسي الاحداث وتنسي ان اللعيبه والجمهور ومجلس الاداره يفاجئ بقرارات غير عاديه من الاتحاد الافريقي.
لا طبعا لا انسى. ادي حاجه بالاضافه للقرارات اللي اصدرها الاتحاد الافريقي عبر موقعه. أيوة. يوم اللقاء بالهجوم على باتريس كارتيرون ووصفه. أيوة. ان هو متواطئ مع وليد ازارو وان هو اللي طلب من وليد ازارو ان هو يقطع التيشيرت بتاعه خلال اللقاء. اذكر الجماهير، ما اصل انا لازم لما اقرا الحدث اقراه مش عن كثب بس، بملابساته زي ما حضرتك دلوقتي عايزه تكلمينا اتكلم على التغييرات او اللي حصل في القرارات برضه مش في ذاتها، في صوره مكمله، في دايما مقومات وعوامل واساسيات ادت الى حدوث الشيء. اكيد. فانا لما اجي انظر من منظور مباراه واحد بيتابعها غير لما اجي انا انظر الموضوع الصوره كامله، اقدر ان انا احدد واقدر اقول كان هناك عوامل 1 2 3 4 ساهمت. يبقى اذا بناء على هذه العوامل الجهاز الفني، اللاعبين، مجلس الاداره بقى فوق مش هم المسؤول بشكل تام، لكن في اشياء حدثت. انا النهارده لما اكون لاعب عارف ان انا اي نتيجه سلبيه وايجابيه انا اركب انا بطل افريقيا واروح وفاجئ رقم واحد هنا بقرارات ان باحرم من الاسترايكر الاساسي بتاعي. اتنين، يتوصف المدير الفني بانه راجل متواطئ، حاجه الاتحاد الافريقي ما اعرفش يعني اللجنه الفنيه او اللي اصدر القرارات ماذا كان يقصد بها. انت بتهيئ الجو النفسي. وبالعكس ده انا سعيد برضو جمهور التوانسه او جمهور الترجي كان مهذب وفي التعامل مع النادي الاهلي، لكن الجمهور اللي بره انا عايز اقول لو انا لاعب في النادي الاهلي وراكب الباص والاقي صديق او زميل ليا سايح في دمه يعني برضه ده مش تواطؤ. وبعدين اللي لعب كوره فاهم كوره ويعرف يعني ايه كوره، والمدربين فاهمين، اللي ما كانش فيه حد من خطوره لعيبه النادي الاهلي، لا ده كان فيه ومش كلاشنج بس، لا ده كان فيه تعدي ورف يعني معامله مش يعني في الملعب كانت صعبه. كل العوامل النفسيه ديت النادي الاهلي ادى الشوط الاولاني ممتاز. في اخر دقيقه اكون انا عايز اقول لحضرتك ان الجون اللي جه في الشوط الاولاني في اخر ثانيه او في اخر دقائق هو اللي قلب سيناريو اللقاء. الله عليك. ناقصها بقى، لان الفرق بيني ايه وان انا راجل اقرا وان انا جمهور. لا، وبعدين ابدا الشوط الثاني في اول الشوط الثاني اصاب بهدف ثاني. ده لعيبه بقى وده عوامل نفسيه. ومهما كان المدير الفني قدرته بيحدث ان وده بيحدث كتير في الفرق الكبيره وفي المنتخبات الكبيره. بتلاقي فرقه بتنهار، يعني هي ريال مدريد ما بينهارش، ما حصلش سقوط بعد زيدان، ودلوقتي الفرقه بتتغلب 2 و3. هولندا البرتغال في المنتخبات، يعني انا عايز اقول لحضرتك والفرق الكبيره على مستوى اوروبا صحيح عايز اقول ده حال كره القدم. ايوه ده عامه، لكن الصوره انا اتهم لعيبه النادي الاهلي بالتقصير لا استحاله. ده اللي انا عايز اقوله. يبقى اذا عقاب الجمهور الاهلاوي ما يقولش ان لعيبه النادي الاهلي ما ادتش، هو هيقول وما كانش فيه تغازل ولا في رعونه. هي دي نفس المجموعه اللي عملت شوط اول في برج العرب. صحيح. ممتاز. يبقى اذا ده غير ما فيش اي سبب منطقي برضه يا استاذ علاء يخلي لاعب يعني عنده فرصه دلوقتي قدامه ان هو ينزل يكتب تاريخ لاسمه ويعدي الفرصه دي عادي. يعني كان رايح يلعب في كاس العالم للانديه، ازاي ممكن لاعب يعني يجي في دماغه لا انا هلعب النهارده بقى برعونه، انا النهارده مش عايز العب. مفيش الكلام ده. مفيش اكيد الكلام ده. اكيد مفيش الكلام ده نهائي. ومفيش ان مدير فني ادار المباراه باسلوب، لا، لانه قاريها وقاري سيناريو المباراه ومتوقع ان ده يحدث. لكن هي الكره القدم فيها احداث وفيها اشياء بتفرض نفسها نمبر 1 على اللعيبه، بتفرض نفسها على الجهاز الفني اكيد، وعلى الجهاز الفني الثاني. الجهاز الفني الثاني اللي بيدير المباراه كان لا يتخيل انه هيطلع في الشوط الاولاني في اخر دقيقه بدا، فبالتالي بتقلب موازينه هو كمان. هي الكره وجمالها والكره وحلاوتها. لكن عايز اقول جمهور النادي الاهلي من حقه يزعل، من حقه انه يطالب بالتصحيح، لان هو جمهور عظيم أكيد. وجمهور عايز بطوله ولا يقبل سواها. وايضا لعيبه النادي الاهلي هي لعيبه بطولات ولعيبه القاب، لكن انا النهارده ما اجيش اقصه، بمعنى مجلس الاداره اذا كنت حضرتك تسمحي لي اتكلم اكيد اتفضل. مجلس الاداره عمل ايه؟ هل
أثر أو قصر كان مقصرا في أداء مهمته، بالعكس مجلس الإدارة جايب اللعيبة اللي أشار عليها المدير الفني، وحتى جاب سليف كوليبالي ما فيش مناقشة في اختياراته. وبعدين بغرابة جدا تبص برضو تلاقي الناس تقولك اللعيب كوليبالي في المباراة دي ما كانش موفق. طب ما هو السرد بكات أو الأخطاء اللي حدثت في المباراة ما تجيش بقى تحاسب خلاص، طالما جه جون والتاني بعد الدقيقة 9 حصل الدروب أو حصل إن المباراة يحصل انفلات. لكن مجلس الإدارة أنا عايز أقول ماسك الفرقة وتحمل مسؤولية. كانت البطولة قبل كده في الموسم اللي فات خاسر نهائي قدام الوداد، صحيح. فين الكابتن محمود الخطيب وفين مجلس الإدارة؟ لا طب ما هو قبل كده حصل ده، وبعد كده مجلس الإدارة يأتي على قائمة من لعيبة موجودة بتشكيلة أدخل بكمل. أنا كمجلس إدارة مش زي ناس تانية تتدخل في التشكيل، تتدخل في عمل المدرب، تتدخل في إن ده يلعب وده ما يلعبش. استبعدت ده ليه؟ لا مش محمود الخطيب ولا رجاله، صحيح. ولا مجلس الإدارة يتعامل كده. أنا بوفر كل الإمكانيات، بوفر كل السبل، بأدي كل اللي عليا، بعمل لجنة كرة على أعلى مستوى، بجيب فيها الخبرة، بهيئ الجو النفسي والمعنوي. هو ده اللي مجلس الإدارة أنا أقدر أحاسبه عليه، لكن ما أقدرش أحاسبه على إن ده الخطيب كان يتمنى، لأنه كان يتمنى البطولة يبقى لاعب ورئيس النادي، صحيح. فكان أول واحد وكان نفسه، فما فيش جزئية أنا عايز أخلي الجمهور يهدى، عايز أخلي جمهور النادي الأهلي يصالح فريقه وما يبقاش زعلان الزعل. وانا متوقع دايما ان جمهور النادي الاهلي دايما ورا فريقهم ان شاء الله. هنشوف الدعم الكبير ده في اللقاء القادم قصاد الوصل الاماراتي. بس خليني اسال حضرتك برضو، فضل. ايه اللي تتوقع ان يتم تغييره اثناء الاجتماعات اللي حصلت امبارح والنهارده؟ اهم الحاجات اللي محتاجه تتغير من وجهه نظر حضرتك ويتعمل لها اعاده هيكله داخل جهاز كره القدم في النادي الاهلي. بص يا استاذه، زي ما حضرتك بتقولي التغيير لازم يبقى مبني على لوائح، معايير، اسس. ما هوش تغيير ارتجالي. انا لا اعتقد اللي بعض وسائل الاعلام تناولته باسماء، بس يعني انا اسمح لي لو حبيت نتكلم على الاعلام ده يبقى لوحده، عشان انا عايز يعني اتحدث بصراحه. اتفضل. الكلام انك هل مجلس اداره النادي الاهلي قال ان هيجيب رمضان صبحي وهيجيب محمود حسن تريزيجيه وهيجيب في مفاوضات مع حسين الشحات هل في كلام ده طلع من مجلس الاداره تصريحات؟ لا، بس دي اجتهادات لمحبي ومشجعي النادي الاهلي نفسهم يشوفوا اللعيبه دي في النادي الاهلي. سؤال. الكلام ده مش هيحصل، خلينا بقى منطقيين يعني. وهو الكلام ده مش هيصلح السفينه، الكلام ده اللي مش لن يضع الامور في نصابها الصح، لا بالتغيير الكلي والجذري ولا بان انا اخد قرارات اوهم بها الناس. المجلس اداره النادي الاهلي متزن، مجلس اداره النادي الاهلي يتخذ القرارات الصائبه اللي فيها اعاده للامور. انا لما اجي هعمل تشينج واعمل تغييرات، التغيير لازم يكون في صميمه واساس عشان أجني ثمار هذا التغيير. صحيح. طيب معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حوارنا مع أستاذ علاء محجوب. اتفضل. كده هدينا. رجعنا مرة تانية ولسه منورنا في الاستوديو أستاذ علاء محجوب مدير تحرير المصور وبوابة الهلال الإلكترونية. برحب بحضرتك مرة تانية ونرجع نتكلم عن النادي الأهلي. كنت عايز حضرتك تتكلم في نقطة مهمة. كنت بقول لحضرتك يعني في جملة، في يوم الترجي ما كانش يوم النادي الأهلي، خلاص اللعيبة. أنا عايز أتكلم تغييرات بالنسبة للهيكلة بالنسبة لمجلس الإدارة. في حاجة مهمة الإعلام بيتناولها بيلعبها، أنا لامحها في الفترة الأخيرة مش صح، ومش ما لا يجب إن الإعلام يكون بهذا الشكل، لأن النادي الأهلي ده رمز الرياضة المصرية، مش في لعبة كرة القدم بس. النادي الأهلي أكيد. رمز كبير. النهاردة أنا لما أمسك معول وأهد النادي الأهلي، أهد نادي الزمالك، أهد المنتخب، أنا مش إعلامي مظبوط.
النهارده مباراه خسر النادي الاهلي ابتدي اعالج النهارده يمسك قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ويقول ان مجلس الاداره منقسم ويقول ان مجلس الاداره في صراعات ويقول ان مجلس الاداره في غليان يحسس القارئ العادي او اللي متابع الميديا يشعر ان النادي الاهلي ما فيهوش استقرار وده مش كده النادي الاهلي ابدا صحيح لمصلحه من ده لمصلحه مين صحيح. انت لا يمكن يكون اعلام ايجابي ابدا اللي بيتناول الامور هو النادي الاهلي اصلا اصدر قرارات غير أو أي وجه تصريحات. الشكر وجه الشكر واضاف واحد للجهاز او اللي عشان اطلع انا اقول ان في غليان ومجلس الاداره في انقسام ومجلس الاداره في احسس ان وانقل للناس صوره هذا الكلام بينقل بيؤثر تاثير سلبي على الناس السبورتس المؤيدين والمشجعين اللي بينقل صوره غير صحيحه وبينقل صوره غير شريفه للاحداث اللي موجوده وبعدين مش عايزين نهد في الكيان اللي هو بيمد كل الالعاب المختلفه باللعيبة انا مش من مصلحتي صحيح. ان انا اهد وان انا انقل صوره غير صادقه النهارده في اعاده هيكله في اعاده بناء نقاط على حروف سواء القرارات اللي هتتخذها الجهاز الفني هو اللي هيقول اللعيبه اللي هتيجي مين اللعيبه اللي هتمشي مين اللعيبه اللي في القائمه الافريقيه مجلس الاداره لا يتدخل مجلس الاداره بيلبي لانه هو على راس الجهاز الفني ما شالش كارتيرون طالما في كارتيرون هو الكلمه العليا الفنيا له الاعلام لابد ان هو يتناول بايجابيه لابد ان هو يعيد حساباته يكتب اللي بيكتب يكتبه يعلمه ان النادي الاهلي صرح ما هدش فيه مفروض ان انا اقف بجواره وسنده لما تكون فيه ازمه مش ابقى انا مع الناس متاسف اللي في الموجه لا ما يجبش هو ده مفروض على الاعلام انه يساند ويؤازر ويؤيد لما يكون النادي الاهلي في احتياج له انا في احتياج دلوقتي للاعلام الهادئ اللي يعيد اللي يكتب بايجابيه يعيد الاتزان الى جمهور النادي الاهلي الغضبان اللي عنده حق برضه فانا عايز اقول في النهايه النادي الاهلي بيعيد التركيبه بيعيد الهيكله هيضم بعض اللاعبين استبعاد بعض اللاعبين كل دوت انت عايز نتكلم على مباراه الوصل الاماراتي طبعا الجهاز الفني مباراه تختلف عن مباراه الترجي وبعدين اللعيبه عايزه تثبت ومش عايزه تثبت اللعيبه هتادي لانها ما قصرتش في مباراه الترجي عايزه تادي ومباراه منفصله تماما ولما يرجع النادي الاهلي ويلعب في مباراه الدوري هتكون بروح ثانيه وباداء ثاني لان اللعيب ليه حاجات كتيره بتاثر عليه أكيد. مش لعيبه النادي الاهلي اللي خسرت بطوله ولا خسرت مباراه هتفقدها اتزانها وهتخليها تبقى بناحيه سلبيه صحيح. ده غير وارد على الاطلاق اكيد طيب خلينا نروح لمباراه منتخبنا الوطني الاول امبارح قصاد تونس وفوز منتخبنا بثلاث اهداف لهدفين امبارح شفت اللقاء ده ازاي شفت ان ده اول اختبار حقيقي لاجيري شفت طريقته في اللعب ازاي شفت توظيفه للعيبه ازاي وطبعا عايز ارجع بعد كده واسالك اكيد عن القايمه اللي اختارها محليا بالتحديد لان القايمه دي قبلت بانتقادات كتيره جدا ويمكن تسببت كمان في اعتزال نجمنا وليد سليمان النجم اللي بيعيش افضل فتراته في الوقت الحالي مع النادي الاهلي ان هو يعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد تصميم على عدم انضمامه لاكثر من مره في معسكرات منتخبنا الوطني الاول. انت سالتيني سؤال مركب فيه ثلاث اربع اجزاء عشان اتكلم عليهم انت سالت في اسئله كثيره بس طبعا السؤال شامل جميل طبعا ينم على انك ملمه جدا وفاهمه جدا ربنا يوفق. ال 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 المنتخب عشان نبقى صادقين كل اللي قال ان مباراة تونس هي مباراة المحك الاساسي للمنتخب عشان المباراتين اللي قابلهم المنتخب مع النيجر صحيح يعني كنا ممكن نوصف المنتخبات اللي واجهتنا ان هي منتخبات يعني متواضعة المستوى ادي واحد اتنين انا عايز اقول حاجة ده انا اللي اتعادلت مع تونس انا كنت مهزوم 1-0 ادي بس افكر الناس الحاجة التانية في نفس الوقت بقول ان واحده من افضل المباريات اللي اداها المنتخب من فتره طويله جدا تقييم حضرتك ايه لاجيري لا عايز هقول لحضرتك الحكم عليه انا بقول لسه بس هو عامل نقله مش ده المنتخب اللي كان بيلعب مع كوبر لا المنتخب فكر مختلف تماما
مش تماما مباريات مفتوحه غير المباريات الدفاعيه اللي كنا بنلعبها. صحيح ايام كبر كنا بنبقى مهزومين وبنلعب ديفنس برضو. بنحلق برضه وفي الثلث الاخير وفاصل صلاح قول يا صلاح ويدافع ابو رياضه ومجلس الاداره يقول لك لا لا معلش معلش بس برضه في الاخر هيكتور كوبر سابنا بصراحه محتارين ما بين هل المدير الفني ده كان كويس ولا ما كانش كويس. الراجل ده على هيكتور كوبر الراجل ده وصلنا لكاس العالم بعد 30 سنه من الغياب. لا لا بص معلش انا بقى ايه المربع ده او المحيط ده لما بدخل فيه بتنرفز لان احنا قعدنا سنه بالكامل نلفت النظر على ان هذا الرجل فاشل محدش كان بيسمعنا وهاجمنا اتحاد الكره كتير وفي الاخر بس عايزه انا بقى عايز اصل لنقطه الاستفاده من الاخطاء. صحيح. لا يا جماعه يا ناس الحكم على اجيري مش دلوقتي. اولا بصراحه رقم واحد المباريتين اللي فاتوا اقول لك دي المباراه الاساسيه اللي لعبناها منتخب تونس ناقص نصه اللعيبه الاساسيه نص المنتخب التونسي الاساسي ما كانش بيلعب. اذا جينا نتكلم على ظروف مباراه لعيبه النادي الاهلي لما راحت تلاعب الترجي في ظروف النهارده التوانسه جايين يلعبوكي وهم اول المجموعه لا جايين يلعبوكي وفي نص الفرقه ناقصه جايين يلعبوكي وهم عارفين ان المباراه بالنسبه لهم فوز او هزيمه صحيح ما يوسلس فبالتالي هم بيلعبوا ده كله ليه تاثير أكيد. وفي اول المباراه انا اتضرب هدف يبقى في اخطاء ادي واحد اثنين جيري نقل الفرقه من ناحيه الاداء والشكل والتشكيل والطريقه طبعا ده يحسب له مفيش مناقشه دي ايجابيه لكن النهارده عايز في جمله واحده المنتخب ناقصه سترايكر مهاجم ما عندناش مهاجم ما عندناش راس حرب ولا مصر فيها راس حرب ده بقى هو بقى دي شغلته لان هو الراجل المسؤول فنيا ومعاه دي شغلته. اثنين لما يلاعب باهر المحمدي سيرد باك جنب احمد حجازي يبقى انا ما عنديش سيرد باك اساسي والدنيا كلها مصر كلها ما فيهاش هتقول لي انا بجربه علي غزال ما بيلعبش النهارده عندك في خط النص انني سيء خلينا نبقى صراحة انا ما حدش بيقدر يقول دوت عايز اقول ان في النهايه في سلبيات كتيره لاداء المنتخب صحيح رغم الفوز ورغم الاداء المشرف ورغم الوصول بالفريق الى بر الامان لكن الفتره اللي جايه الخطه عايزين نشوف جدول المباريات اللي هيوضع للمنتخب عشان كاس الامم الافريقيه. صحيح. بشكرك جدا استاذ علاء محجوب مدير تحرير المصور وبوابه الهلال الالكترونيه نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا استفدنا اكيد من وجود حضرتك معانا كتير. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن المتابعه اشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء يوم سعيد.